قبل الرسالة بدي أقول إنه هذا الكلام إحنا بس يعني مش كمان ردة فعل على شو بنستلم، لأنه من الجهل إنه الواحد هيك يرمي كلام، أوكي؟ لكن إنه إحنا بنحاول نعمل بحث وبنحاول نعمل شيء اللي بس نقول للشخص بدل ما تبتدي يعني تضرب وتخبط من الكتاب تحرف ولا تغير، يعني حتى الكتاب بتاعك بقول لك إن كنت في شك مما أنزلناه فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، يعني حتى بحثك إنك اعقل شوي وطب افحص وابحث، طب ليش تقرأ الكتاب اللي قبل؟ في مرجع، في أصول.